السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب العاشر جيم لمادة التربية الإسلامية. في هذه الحصة سنقوم باستكمال شرح درس الخلفاء الراشدون، والقسم الثاني من الحصة سنقوم بعرض فيديو يلخص أحكام المدود ويفصلها بشكل دقيق، وذلك مراجعة لمادة المدود التي تم شرحها خلال الحصص الصفية. أرجو المشاهدة بدقة لأن هذه المادة ستكون مطلوبة لدينا، وفي نهاية الحصة لدينا واجب سيتم شرح التفاصيل الخاصة به. وصلنا في الحصة السابقة عند أعمال الخلفاء الراشدين. أولاً سنبدأ بأبو بكر الصديق، وهو أول الخلفاء الراشدين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسنقوم بالتعرف على أبرز أعماله من خلال المدة الزمنية التي خلف فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في سنتين وبضعة أشهر بعد وفاة النبي قام بعدة أمور، من أهم هذه الأمور أولا تجهيز الجيوش وإنفاذهم لقتال القبائل العربية التي ارتدت عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة بذلك بحروب الردة التي تم شرحها سابقا، بأن بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انقسم المسلمون إلى عدة أقسام، فمنهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من طالب بعدم القيام بالفرائض وإلى غير ذلك من الأمور. فأول أمر تنبه إليه أبو بكر هو قتال هؤلاء الذين سيشكلون خطرا على استمرارية الدين الإسلامي. ثانيا الجمع الأول للمصحف الشريف، فبعد أن استشهد كثير من الصحابة من حفظة القرآن الكريم وخشية الصحابة من ضياع القرآن بموت حفظته، اقترح على أبي بكر خليفة رسول الله بجمع القرآن في مصحف واحد حتى لا يضيع، وهذه الخطوة الأولى التي كانت لجمع القرآن الكريم وتدوينه بعد أن كانت عملية الحفظ للقرآن الكريم من خلال الصدور. ثالثا بعد انتهاء حروب الردة التي تولى قيادتها أبو بكر، أخذ على عاتقه تجهيز الجيوش لفتح الشام والعراق ونشر دين الإسلام في شتى بقاع الأرض. رابعا عهد إلى عمر بن الخطاب بالخلافة بعد استشارة الصحابة ورضاهم، وذلك قبل وفاته، وهذا يفسر طبيعة تنصيب الخليفة الراشدي من خلال الشورى فيما بين الصحابة والمبايعة من قبل الناس. هذا كان بالنسبة لأبو بكر الصديق. ثانيا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أعمال: أولا الفترة الزمنية التي تولى فيها كل خليفة مهمة جدا، فقلنا أبو بكر تولى الخلافة الراشدة حوالي سنتان وبضعة أشهر، أما عمر فاستمرت خلافته أكثر من 10 سنوات من العام 13 للهجرة حتى العام 23 للهجرة، حيث اتسعت فيها رقعة الدولة الإسلامية لأنها كانت فترة الفتوحات خاصة الشام العراق لا غير. أولا الأعمال التي قام بها عمر: وضع الأسس أو الأطر العامة للدولة الإسلامية ومؤسساتها بتكريس الشورى من خلال مجالسها المتعددة، وتأسيس الدواوين مثل ديوان الخراج وديوان الجند، وربط الأقاليم بالمركز، ما يعني وحدة الدولة الإسلامية. هنا نقطة مهمة جدا، وهي تأسيس الدولة بوزاراتها ومؤسساتها من قبل عمر بن الخطاب لترسيخها على أرض الواقع بعد اتساع نفوذ الدولة الإسلامية في شتى بقاع
الأرض. ثانيا، إنجاز فتوح الشام والعراق ومصر وبناء المدن الجديدة مثل الكوفة والبصرة والقسطاط، وهو ما عرف بتمصير الأمصار. ثالثا، فتح القدس عام 15 للهجرة. ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخرج من المدينة لاستلام مفاتيح مدينة غيرها، وهناك أعطى الأمان لأهلها في وثيقة تاريخية عرفت بالعهدة العمرية. نأتي للخليفة الثالث حسب الترتيب الزمني للخلافة الراشدة، وهو عثمان بن عفان. أولا، هو مهم معرفة الفترة الزمنية التي تولى فيها عثمان، وهي كانت أطول خلافة لعثمان بن عفان، حيث استمرت أكثر من 12 عاما ما بين العامين 23 للهجرة وحتى العام 35 للهجرة، وهي كانت الأطول من بين الخلفاء الراشدين. أبرز أعمال عثمان رضي الله عنه: أولا، الجمع الثاني للمصحف بعد الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق، فبعد أن خشي الصحابة من اختلاف الناس في القرآن أشاروا على الخليفة الراشدي بتوحيد المسلمين على مصحف وعلى مصحف إمام، فأمر زيدا بن ثابت رضي الله عنه فقام بجمع القرآن الكريم من جديد على مصحف واحد عرف بالمصحف العثماني، وأرسل نسخا منه إلى الأمصار. هنا المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان. ثانيا، توسيعه لرقعة الفتوحات التي شملت شمال أفريقيا وأرمينيا وخراسان، شمال إيران وآسيا الوسطى. آخر الخلفاء الراشدين وهو علي بن أبي طالب. امتدت خلافته 5 سنوات من العام 35 للهجرة حتى العام 40 للهجرة، حيث بويع بالخلافة بعد مقتل الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان في سياق أحداث الفتنة الكبرى وانقسام المسلمين. وقد انشغل في فترة خلافته بأعمال من أهمها: أولا، إعادة توحيد المسلمين تحت راية الخلافة الراشدة بعد الانقسام والاختلاف بعد مقتل عثمان بن عفان. ثانيا، نقل عاصمة الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة في العراق. ثالثا، عمل بسنة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الإدارة والحكم. وهنا بعد استطلاع أبرز أعمال الخلفاء الراشدين يجب الانتباه إلى نقطتين مهمتين. أولا، الفترة الزمنية التي حكم فيها كل خليفة راشدي. ثانيا، أبرز الأعمال التي قام بها في خلافته. وختاما، كانت هذه هي ملامح السياسة التي سار عليها الخلفاء الراشدون وخصائصها التي استقوها من القرآن الكريم والسنة النبوية، فقدموا للبشرية حلمها الذي تبحث عنه في السعادة والعدالة والرحمة والحق. وختاما طلابي الأعزاء، ما هو مطلوب وظيفة حتى مساء يوم السبت؟ هو حل أسئلة التقويم. الأسئلة إضافة إلى الأجوبة، صفحة 81. الآن سنقوم بعرض فيديو يلخص أحكام المدود التي تم شرحها ومراجعتها وإضافة عليها ما هو جديد. المد قسمان. مد أحكام المد. المد قسمان: مد طبيعي ومد فرعي. المد الطبيعي هو عبارة عن إثبات ذات الحرف بمقدار حركتين، مثال: قال، يقول، قيل. ويشترط في المد الطبيعي شرط: أن يكون شكل الحرف السابق للمد من جنس حرف المد. وهذه الشروط مجموعة في كلمة نوحيها، فتجد النون مضمومة قبل الواو المدية، والحاء مكسورة قبل الياء المدية، والهاء مفتوحة قبل الألف المدية، ولا تكون إلا مفتوحة. هكذا نوحيها.
أما المد الفرعي يأتي بعد حرف المد حرف همز فيسمى مد متصل أو مد منفصل، أو يأتي بعد حرف المد الألف أو الواو أو الياء حرف ساكن، وهو التقاء ساكنين، وترسم علامة المد هكذا مثل الفتحة فوق الحرف المائل طرفيها. وننتقل إلى المد المتصل. المد المتصل يسمى مد واجب، يمد بمقدار 4 حركات، وسببه وجود حرف المد والهمزة في كلمة واحدة. وراعي أن الهمزة تأتي بعد حرف المد لا قبلها، مثال الماء، ويمد 4 حركات، فيصير النطق بها الماء، السماء، السوء، سيئت، وهكذا. المد المنفصل وهو مد جائز وليس واجب، يمد بمقدار 4 حركات أو 2، وسببه وجود حرف المد في آخر الكلمة الأولى وتتبعه الهمزة في بداية الكلمة الثانية، مثال ما أنزلنا، هكذا 2. ويجوز أن يمد 4 حركات فيصير ما أنزلنا، وكذلك قولوا آمنا، وبالمد 4 حركات قولوا آمنا. المد اللازم الكلمي المثقل، والمد اللازم يمد بمقدار 6 حركات، والحركة كأنك تعد بنفس متواصل من 1 إلى 6 حركات، هكذا 1 2 3 4 5 6. وسببه وجود حرف ساكن مشدد بعد حرف المد الألف أو الواو أو الياء. التقاء ساكنين لا يأتي إلا في كلمة واحدة، ومثاله الضالين، الطامة. وهذا المد يسمى مد لازم كلمي مثقل. المد اللازم الحرفي لا يكون إلا في الحروف التي تقع في أوائل بعض السور، مثل حرف الألف ليس له مد. حرف هجاء يكتب من 3 أحرف وسطها ساكن، مثل نقص عسلكم. هذه الأحرف إذا جاءت في أوائل فواتح السور تمد بمقدار 6 حركات، ويرسم فوقها علامة المد في المصحف. أما أحرف الهجاء المكونة من حي طهر فتمد 2، وتأتي أيضا في فواتح السور، مثال ألف لام ميم، فاللام هنا مد لازم حرفي، والميم أيضا مد لازم حرفي، لأن اللام والميم من مجموعة كلمة نقص عسلكم. ومثال آخر طاسيم ميم، فالطاء تمد 2، لأنها من حروف حي طهر، والسين والميم من حروف نقص عسلكم فتمد 6 حركات. طه، الطاء والهاء من حروف حي طهر فلا تمد إلا 2. ياسين، الياء من حي طهر تمد 2، والسين من نقص عسلكم تمد 6 حركات. ك أفها يا عين صاد.
هذه فاتحة سورة مريم. الكاف تمد 6 حركات لأنها من نقص عسلكم. الهاء والياء حركتين لأنها من حي طهر. العين والصاد مد لازم حرفي يمد 6 حركات لأنه أيضا من نقص عسلكم. سبب الغنة بين حروف المد الحرفي: يقرأ كل حرف على أنه كلمة ونقف عليها بالسكون، فإذا كان أحد الأحرف ينتهي بنون أو ميم فيقف عليها بالسكون. ونطبق هنا أحكام الميم والنون الساكنتين من حيث الإدغام والإخفاء حسب الحرف التالي لها. فمثال: ألف لام ميم فتنطق بخلاف ما تكتب، فهي تكتب ألم وتنطق ألف لام ميم. الألف ألف ولام وفاء، واللام لام ألف وميم، والميم ميم ياء ميم. هكذا في المثال. وكذلك قاسيم ميم فتكتب كأنك تقرأها قسم، ولكن تنطق هكذا قا قا ألف سين سين ياء نون ميم ميم ياء ميم. وتأمل مع دراسة أحكام الميم الساكنة والنون الساكنة، تجد أن في المثال الأول لام ميم، فالميم التي في نهاية الكلمة تدغم في الميم التي في بداية الكلمة الثانية، فتصير لام ميم. كذلك قا سين ميم، النون الساكنة في نهاية سين تدغم في الميم في بداية الكلمة ميم، فتصير هكذا سين. وكذلك كاف هاء ياء عين صاد، الكاف كاف ألف فاء والفاء ساكنة بعدها هاء ثم هاء ويا وعين وصاد، ونون عين تخفى في الصاد التي في الكلمة التي بعدها فيصير النطق بها هكذا عين صاد. المد اللازم الكلمي المخفف هو مد لازم يمد بمقدار 6 حركات. سببه وجود حرف ساكن غير مشدد بعد حرف المد والتقاء الساكنين أيضا، وجاء في كلمتين في القرآن الكريم: الآن مرتين في سورة يونس عليه السلام في الموضعين، هي كلمة واحدة في موضعين الآن. فعندي هنا حرف المد تبعه حرف ساكن وهو اللام، فلذلك سمي مخفف. أما إذا تبع حرف المد حرف مشدد فيسمى مثقل، وهذا الفرق بين المد اللازم الكلمي المخفف والمد اللازم الكلمي المثقل. ننتقل إلى نوع جديد من أنواع المدود الفرعية وهو مد الفرق، ودخول همزة الاستفهام على اسم معرف بأل للتفريق بين الاستفهام والإخبار، يمد بمقدار 6 حركات. هذا المد يوجد في كلمتين فقط في المصحف في سورة يونس عليه السلام في قوله تعالى: الذكرين الله. المد العارض للسكون هو أن يقع بعد حرف المد الساكن حرف متحرك يتم الوقوف عليه بالسكون فيمد بمقدار 2 حركات أو 4 أو 6 حركات وقفا، فيمد بمقدار 2 أو 4
أو ست حركات وقفا، ولا يمد في حالة الوصل إلا حركتان فقط كالمد الطبيعي، مثال: الرحيم، الغفور، الغفار. مد الصلة: أن يقع ضمير المفرد المذكر الغائب بين حرفين متحركين بشرط عدم الوقف عليه. ومد الصلة ينقسم إلى قسمين: مد الصلة الكبرى ومد الصلة الصغرى، وهو كالمد المنفصل. مد الصلة الكبرى: وترسم رأس الحاء المقلوبة الصغيرة كعلامة لمد الصلة في حالة كسر هاء مفرد الضمير الغائب. أما إذا جاءت هاء الكناية مضمومة فترسم واوا صغيرة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان حرف الهاء مفرد الضمير الغائب واقع بين متحركين، مثال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. هكذا حركتين. أما بالأربع حركات: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، مثال آخر: يحسب أن ماله أخلده، حركتين. أما بالأربع حركات: يحسب أن ماله أخلده. ثم ننتقل إلى مد الصلة الصغرى، فإذا جاء بعد هاء الضمير أي حرف على الهمزة يكون رسمه في المصحف هكذا الياء الصغيرة، مثل رأس الحاء الصغيرة المقلوبة أو الواو الصغيرة، ويمد حركتين فقط، مثال: فوسطنا به جمعا فأكرمه ونعمه. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع المدود الفرعية، وهو مد اللين، يكون مع حرفين من حروف المد فقط، وهما الواو والياء المديتين، عندما يسبقهما حرف مفتوح، وذلك للتسهيل، ويمد بمقدار حركتين، وإليكم الأمثلة: خوف، بيت، ضيف، صيف، وهكذا. مد البدل: إذا جاء حرف الهمزة قبل حرف المد يمد بمقدار حركتين، كقوله تعالى: آمنوا، إيمانا، أوتوا. مد العوض يكون عند الوقوف على التنوين بالفتحة فقط، ويتم التعويض عن التنوين بألف مدية وتمد حركتين، مثال: شكورا، فتقف عليه هكذا شكورا، وفي حالة الضم أو الكسر فليس لنا إلا السكون المحض المجرد وهو الأصل في الوقف. وبالنسبة لعلامة المد في القرآن عامة، أقل شيء أن تمد أربع حركات إذا وجدت علامة المد المعقوف طرفاها، أما إذا وجدت بعدها حرف مشدد كذلك الحروف المقطعة في فواتح السور.